انت شو موقعك في الجدول اليوم مثلا؟ انت انت الضيف او انت الهوم؟ يعني انت تلبس على حسب موقعك في الجدول. فاتوقع اليوم هم هوم، هم يلبسون اسود. حاول ان شو اسمه ان ما يغلطون نفس الغلطه اللي غلطوها، ان نحن نرجع نغطي دفاع عشان ما يدخل علينا اهداف، يسكرون دفاع صح. نفس ما قلت، اي لاعب في الدفاع يشوف نفسه بروحه، هذا يعرف نفسه داخليا. نحن انا كدفاع، لاعب دفاع، اعرف نفسي اني انا واقف اصلا بوزيشني غلط، ان ما في حد معاي، لازم ادور لي واحد فاضي امسكه. ان شاء الله يمشون على هالموال هذا، انه يلعبون صح ويسكرون منطقتهم صح. انا توقعاتي اخوي ناصر، اتوقع ان اليوم الفريق المصري راح يلعب نفس طريقة ستورم المباراة الاولى، اللي هي تسكير المنطقة، واي فرصة تتيح لهم راح يهجمون على الفريق اللبناني. واتوقع ان الفريق المصري راح يكون له كلمة في الشوط الاول، راح يكون له كلمة، ممكن يتفوق الشوط الاول. اتمنى ان يلعبون نفس ما لعبوا الشوط الاول في مباراتهم مع تونس، نصر قرطاج. كانت بداية حلوة لهم، 3-2 في فترة من الفترات قدموا فيها 2-1. لو استمروا على نفس الشوط هذا اتوقع انه بيوقفون الفريق اللبناني. نحن كامنيات لفريقنا فريق ستورمز، نتمنى الفريق اللبناني يتعثر اليوم، انك على الاقل تكون لك افضليه مبارتين. ونفس الشيء الفريق اللبناني بعدين بيقعد بيشوف مباراه ستورمز ونسور قرطاج، وبيتمنى ان الاثنين يتعادلون عشان يتعب شويه. يلعبون اخر مباراه، فاذا وصلنا الاثنين على يعني فايزين ثلاث مباريات بتكون المباراة بتلقى اي خسارة لصالح الفريق الثاني. صح. اتمنى اشوف اول شيء نتمنى ان كل الفرق تكون يعني قد المسؤولية في البطولة هاي، ويطلعون سالمين غانمين ويردون عند اهاليهم ان شاء الله. اكيد هي التجمع بروحه والاحتكاك هذا يحسب لكم صراحة، وفي نشر اللعبة، وان تشوف ألعاب بدأت إن شاء الله تنتشر وتأخذ مكانتها. طبعاً أعزائي المشاهدين، الحديث راح يتواصل كالعادة بين أشواط المباراة. ننتقل بالكلمة والصورة إلى الزميل محمد الزعابي لمتابعة أحداث وفعاليات الشوط الأول من مباراة لبنان والفراعنة المصري. من جديد أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى من صالة أبو ظبي للتزلج في بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد لعام 2018 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة من العاصمة أبو ظبي تحديدا في مدينة زايد الرياضية. يوم أمس مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية شفنا يوم مميز، استطاع فيه فريق ستورمز الفوز على فريق الجزائر 9-4، واستطاع فريق نسور قرطاج الفوز على فريق الفراعنة المصري بنتيجة ثقيلة 12-3. اليوم طبعا يوم مختلف، مباراتنا اليوم أولى مبارياتنا بتكون بين فريق لبنان اللبناني الذي استطاع الفوز في أول يوم للبطولة في افتتاح البطولة على فريق الجزائر 16 هدف. بداية يوم أمس حقق فريق ستورمز الإمارات الفوز بمباراة قوية كانت تجمع بين فريق ستورمز وفريق الكورسيرز الجزائري، فاز فيها فريق ستورمز الإمارات 9-4. ولكن شفنا فريق متميز من فريق الجزائر عكس المباراة، مباراة الافتتاح اللي قام بها في اليوم الأول من البطولة. فريق ستورمز الإمارات قدم أداء متميز أمس، واستطاع أن يخترق دفاعات الفريق الجزائري وتسجيل 9 أهداف. فريق حارس مرمى الجزائر أمس قدر يسد
كثير من محاولة ستورمز الإمارات من تسجيل أهداف وصدها. كان حارس متميز في يوم أمس حارس فريق الجزاء. اليوم طبعا مباراة مختلفة, مباراة الفراعنة المصري ولبنان اللبناني, صاحب الفريق المتميز في أول مباراة للبطولة. يمكن نشوف أداء مختلف اليوم بعد الخسارتين اللي خسر الفريق الفراعنة المصري من أول البطولة. مثل ما قلت أنا كان ينقصهم الهداف في فريق الفراعنة المصري. تجمعهم اليوم أولى مباريات اليوم الثالث من بطولة الأندية العربية لهوك الجليد هنا في العاصمة الحبيبة أبو ظبي. فريق لبنان اللبناني هو فريق هوكي متميز, يعني يمثل لبنان دوليا. تأسست جمعية لبنان لهوكي الجليد في عام 2015, وهي الجهة المسؤولة عن هوكي الجليد في لبنان. طبعا جمعية لبنان لهوكي الجليد تتخذ كندا مقرا لها, وحقق فريق لبنان اللبناني نجاحات في الساحة الدولية بتسجيل رقما جيدا بعد الانتصارات المتتالية, بواقع 4 انتصارات دون خسارة, وكسب مبارياته في ضد المغرب والجزائر وهايتي ومصر. اعتقد في البطولة التي استضافتها المغرب في عام 2015. طبعا الفريق اللبناني مشاركته كانت في عام اول مشاركته كانت في العاصمة ابو ظبي في بطولة كأس رئيس الدولة في عام 2017. اليوم الفريق اللبناني ضيف على الإمارات في بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد في 2018. فريق الفراعنة المصري من الفرق اللي أسست في عام 2002, مجموعة من الشباب المحليين في جمهورية مصر. استطاع هذا الجمع من الشباب في أن يكون لهم مقر وموقع متميز في لعبة هوكي الجليد, وتم تشكيل اسم الفريق باسم مدرسة هوكي الجليد الدولي في عام 2013, وإعادة تسميته باسم كابيتال بيكو. رجعت إعادة تسميته إلى فريق الفراعنة المصري. وطبعا في فبراير 2016, بعد سنوات من الإعداد, تم دعوة مصر رسميا إلى كأس الأندية الأفريقية لهوكي الجليد الأولى, وكانت أندية الدول المشاركة هي تونس والجزائر ومصر والبلد المضيف المغرب. طبعا أبرز لاعبي فريق الفراعنة المصري تودروس فيليبس ولاعب نيكولاس, والحارس المتميز أيضا ياسر أحمد الذي لعب في الدوري في دوري الجامعات الأمريكية. بعد قليل مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى نبدأ أولى مباريات اليوم الثالث التي تجمع فريق لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري في هذه البطولة التي سعت إليها الإمارات من خلال 10 أعوام لأن تكون هي الدولة الحاضنة لهذه البطولة بما تملكه دولة الإمارات من خبرة واسعة في مجال رياضة هوكي الجليد على مدار 29 عام وانضمامها إلى الاتحاد الدولي لهوكي الجليد والحصول على عضوية الاتحاد الدولي بموجب هذا الخطاب التي كان في عام 15/10/2013. وبذلك يصبح اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية أحد أعضاء الاتحاد الدولي لهوكي الجليد, ويملك تسجيل صوتين. وتعتبر الإمارات من تقريبا أول دولة عربية تملك هذه العضوية, لذلك ساهمت الإمارات بأن تكون دائما حاضنة لمثل هذه النشاطات الرياضية. كما قال معالي
الدكتور أحمد مبارك المزروعي، أننا نرحب بكل الفرق العربية المشاركة في وطنهم الثاني، وبأنني أتوجه إلى منظمي البطولة بالشكر الجزيل على مجهوداتهم الكبيرة، متمنيا لهم للبطولة كل التوفيق والنجاح، أن تكون بداية مباركة نحو المزيد من هذه البطولات واللقاءات سواء الرسمية والودية بين الدول العربية إن شاء الله. وكما قال المدير التنفيذي حمد الشرياني، إن هذه البطولة تعتبر خطوة كبيرة وقفزة نوعية في مجال التعاون مع الأندية العربية من أجل تسليط الضوء على رياضة هوكي الجليد وجلب الأنظار نحو ما تشهده من تطورات للمستويات والمهارات الرياضية والفنية، ومن زيادة في أعداد المهتمين والمتابعين في رياضة هوكي الجليد، وتترسخ القناعة لدى النادي بضرورة التعاون وتنظيم المبادرات والأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تتضمن موضع قدم وأن تحقق مكانة مرموقة بين باقي الأنشطة والألعاب الرياضية في وطننا العربي. الآن يبدأ مشاهدي قناة أبوظبي الرياضية الشوط الأول بين فريق لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري. هذه هجمة سريعة للفريق اللبناني. طبعا الفريق اللبناني صاحب التيشيرت الأبيض والفريق الفراعنة المصري صاحب التيشيرت الأسود، وهذه هجمة سريعة من فريق اللبناني. اللبناني حاول يشوط جنب القائم. طبعا كلا الفريقين شفنا خلال اليومين الماضيين مباريات كلا الفريقين. الفريق اللبناني في أول مباراة للافتتاح استطاع تسجيل 16 هدف على فريق الكورت سيرز الجزائري، واستطاع فريق ستورمز الإمارات الفوز على فريق فراعنة المصري في أولى المباريات. واليوم نشوف جمع الفريقين لبنان اللبناني والفراعنة المصري في اليوم الثالث من هذه البطولة. سريعة ترجع لفريق اقطعها لاعب فريق لبنان رقم 10، يرجع اقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 12، تنقطع ترجع سريعة لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 22 ألكسندر، صدى حارس المرمى. جميل في 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 بطولة الأندية العربية أن ترى هذه الفرق في تطور مستمر في لعبة هوكي الجليد، وأن تجني ثمار هذه التدريبات المتنوعة والتي استطاع فيها أصحاب هذه الرياضة لعبة هوكي الجليد في الدول العربية، بأن يكون هناك فرق متميزة في 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 هذه الدول، أن يكون لها توسع دولي في لعبة هوكي الجليد. ترجع يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني، وهذه هجمة سريعة من لاعب فريق لبنان اللبناني، يحاول يشوط صدى حارس المرمى. لاعب رقم 20 لبنان اللبناني عمر مولان، هذا اللاعب رقم 20 عمر مولان حاول يسجل هدف صدى حارس المرمى. صفر صفر متابعي قناة ومشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى في أولى مباريات اليوم الثالث في بطولة الأندية العربية التي تجمع اليوم فريق لبنان اللبناني والفراعنة المصري. هذه هجمة سريعة من فريق لبنان اللبناني، هجمة سريعة تنقطع ترجع مرة ثانية لاعب فريق لبنان اللبناني، ترجع مرة ثانية لاعب رقم 19 لاعب رقم 18 درويش. سريعة
هجمة سريعة، حاول يشوت سيدي حارس المرمى من جديد، ترجع تنقطع، هذا لاعب فريق لبنان. لبنان حاول يشوت، هدف، جول 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 جول. اللاعب رقم 18، اللاعب رقم 18 ماثيو درويش. ماثيو درويش يسجل أول أهداف المباراة لفريق لبنان اللبناني. 1-0 رقم 16 عفوا، لاعب رقم 16 كارل سجل أول أهداف المباراة. ترجع تنقطع، طاح لاعب فريق لبنان مع 10. تنقطع سريعة، ترجع تنقطع، عدها لاعب فريق فراعنة المصري. هذه هجمة سريعة، حاول يشوط صدى حارس المرمى. كان هدف مميز مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية اليوم من اللاعب رقم 16 كارل. سريعة سود حارس المرمى، ترجع سريعة فريق لبنان اللبناني. آيس خول اللاعب قبل دخول البك، هذه الإعادة اللي حاول فيها لاعب فريق فراعنة المصري وصدى حارس المرمى. فاول، شوف الإعادة، ياخذ طرد عليها دقيقتين، طرد غير متعمد طبعا، لكن ياخذ عليها طرد دقيقتين لاعب فريق لبنان اللبناني. حكم المساعد فاطمة العلي، حكم المساعد فاطمة العلي، حكم طبعا في هذه البطولة حكم المساعد وحكم الحكام الدوليين في لعبة هوكي الجليد. حكم مساعد في هذه البطولة سريعة فريق الفراعنة المصري. تنقطع، ترجع الفريق فراعنة، الفريق لبنان اللبناني حاول يفتح اللعب، شوطة سريعة منه صدى حارس المرمى، بعدها ترجع تنقطع، ترجع الفريق فراعنة المصري حاول يشوط، حاول فريق فراعنة المصري يكون تنقطع، ترجع مرة ثانية، ترجع طاح لاعب فريق لبنان اللبناني، ترجع لاعب فريق فراعنة المصري رقم 89.
سارسوق طبعا اللاعب متميز، اللاعب سارسوق في فريق الفراعنة المصري، ولكن ما حالف الحظ. هذه سريعة تنقطع ترجع مرة ثانية للاعب فريق الفراعنة المصري. تنقطع ترجع لفريق لبنان اللبناني، وهذه هجمة سريعة فريق لبنان اللبناني. لاعب رقم 79 أرون. سريع الفريق فراعنة المصري، وهذه هجمة هجمة سريعة. نشوت سريعة تنقطع وترجع لفريق لبنان اللبناني، يرجع يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري، وهذه هجمة سريعة ونشوت. تدى سريعة لهجمة سريعة حول شوت جنب القائم. واحد صفر أول أشواط المباراة، تقدم فريق لبنان اللبناني على فريق فراعنة المصري في أول أشواط المباراة. سريعة هجمة سريعة هجمة سريعة فريق لبنان اللبناني. حاول يشوط صد حارس المرمى. شوت شد حارس المرمى. يرجع اللاعب رقم 88 من فريق لبنان اللبناني. تنقطع سريعة دخول ست لاعبين في الرينج. هذا نقاش بين اللاعب حارس المرمى واللاعب فريق الفراعنة المصري. واحد صفر تقدم فريق لبنان اللبناني. تنقطع ترجع لفريق لبنان اللبناني، هجمة مرتدة سريعة من فريق لبنان اللبناني. فريق لبنان اللبناني الأكثر استحواذا على البك في أولى مجريات المباراة. خمسة بخمسة لاعبي لبنان اللبناني في توزيع البك. هجمة سريعة ترجع مرة ثانية فريق لبنان اللبناني حاول يشوت.
ترجع مرة ثانية فريق لبنان اللبناني. ترجع اقطعها. ياخذ دقيقتين لاعب الفرع المصري. ضرب ستيك. هذه الإعادة نحاول فيها لاعب فريق لبنان اللبناني تسجيل هدف. جنب القائم. شوت صدى حارس المرمى. ترجع مرة ثانية فريق لبنان اللبناني. سريعة. أهلا وسهلا في رفيع. تبدأ سريعة الفريق فراعنة المصري. ترجع تنقطع. فريق لبنان اللبناني بهجمة سريعة. صدى حارس المرمى. سريعة ترجع لفريق فراعنة المصري. لاعب رقم 19 ريان. ريان حاول شوت. شد حارس المرمى. ستيك. ياخذ دقيقتين عليها. شوف الإعادة. تبدأ سريعة. فريق لبنان اللبناني. ريشوت. جول 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 جول. هدف 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 ثاني من فريق لبنان اللبناني. هدف ثاني. اثنين صفر مشاهدي قناة ابو ظبي الرياضية الاولى. تقدم فريق لبنان اللبناني على فريق الفراعنة المصري في اول اشواط المباراة. سريعة. فريق لبنان اللبناني طحى مرة ثانية الجديد رقم لاعب رقم 89 فريق الفراعنة المصري. وهذا مرتد سريع حول شوت. شد حارس المرمى. اثنين صفر.
تقدم فريق لبنان اللبناني, وهذه المحاولة اللي حاول فيها لاعب فريق الفراعنة المصري. سريعة ترجع تنقطع مرة ثانية فريق فراعنة المصري. سريعة فريق لبنان اللبناني, هذه هجمة يرجع يقطعها لاعب فريق فراعنة المصري, ترجع الفريق لبنان اللبناني. ويلي شوت ترجع تنقطع, يرجع ياخذها لاعب فريق لبنان اللبناني سريعة, لاعب رقم 91. جول 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 اللاعب رقم 20 عمر مولان سجل الهدف الثالث, هذه الإعادة لاعب عمر مولان وهذا الهدف, وهذا الهدف عمر مولان لاعب رقم 20 سجل الهدف الثالث لفريق لبنان اللبناني. ثلاثة صفر. ثلاثة صفر. هجمة سريعة. فريق لبنان اللبناني. شوت. حاولات فريق لبنان اللبناني تسجيل أهداف لفريق الفراعنة المصري. ثلاثة صفر. شاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى على في صالة أبو ظبي للتزلج في بطولة الأندية العربية, تقدم فريق لبنان اللبناني على فريق الفراعنة المصري ثلاثة أهداف للا شيء. بدأ لاعب فريق الفراعنة المصري ترجع تنقطع مرة ثانية. شهادة اللاعبين, شوف الإعادة هذه الإعادة اللي بدأ فيها مشاهدة بين اللاعبين. ياخذ فيها لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 91 رامي. طرد دقيقتين ويتم طرد لاعب فريق الفراعنة المصري من المباراة بسبب تعدي على لاعب
فريق لبنان اللبناني، هذا لاعب فريق لاعب رقم 12 فريق الفراعنة المصري يغادر المباراة. لاعب حسن هواش غادر أرضية المباراة بعد الاحتكاك بينه وبين لاعب فريق لبنان اللبناني. حاول يشوت لاعب فريق لبنان اللبناني، ثلاث أهداف للاشيء في أول أشواط المباراة في اليوم الثالث من بطولة الأندية العربية التي تجمع فريق لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري. ارجع سريعة فريق حاول يشوت لاعب فريق الفراعنة المصري، سريع ترجع لاعب فريق لبنان اللبناني انفراد يحاول يشوت هدف، الهدف الرابع، الهدف الرابع هذه الإعادة انفرد فيها لاعب رقم 20 فريق لبنان اللبناني عمر مولان استطاع تسجيل الهدف الرابع. هذا اللاعب عمر مولان رجع تنقطع طاح لاعب فريق فراعنة المصري. هذا لاعب فريق فراعنة المصري يرجع سريعا، لاعب فريق لبنان اللبناني تنقطع مرة ثانية، يرجع يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني، ترجع الفريق فراعنة المصري لاعب رقم 44 ميشيل سريعة ترجع لفريق لبنان اللبناني وهذه هجمة حاول يشوت شادة بين اللاعبين، Thank you.
هذه الإعادة صار فيها مشادة. هذا اللاعب فريق لبنان حارس المرمى فريق لبنان. لبنان ياخذ لاعب فريق لبنان. لبنان ياخذ طرد دقيقتين. لاعب فريق الاهلي المصري ياخذ دقيقتين. اربع لاعبين في حاله طرد في هذه المباراه الشوط الاول. طرد لمده دقيقتين. لاعب رقم 91 من فريق لبنان اللبناني واللاعب رقم 21 فريق لبنان اللبناني واللاعب رقم 2 طرد ثلاث دقائق اربع دقائق فريق الفراعنة المصري واللاعب رقم 00 طرد دقيقتين. ترجع لفريق فرعون المصري لاعب رقم 89 صار سوق. هذا هجمة سريعة من صار سوق تنقطع. ترجع لفريق لبنان اللبناني وهذه هجمة مرتدة سريعة لفريق لبنان اللبناني. راح مرة ثانية لاعب فريق فرعون المصري. ترجع تنقطع فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 16 كاري المير. سريعا اللاعب رقم 88 فريق لبنان اللبناني. ترجع اللاعب رقم 7 تابل او ليشوت صدر حارس المرمى. أربع أهداف نظيفة لصالح فريق لبنان اللبناني مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى في أولى مباريات اليوم الثالث لبطولة الأندية العربية لهوكي الجليد. هذا اللي شوف عمر مولان هجمة سريعة من عمر مولان حاول يشوت بعد حارس المرمى. ترجع تنقطع مرة ثانية أخذها عمر مولان مرتدة سريعة لفريق فراعنة المصري وهذه هجمة يرجع يقطعها اللاعب عمر مولان. ترجع تنقطع فريق الفراعنة المصري وهذه هجمة سريعة تنقطع مرة ثانية فريق لبنان اللبناني. لاعب رقم 44 ديفيد سريعة يرجع يبدأ لاعب فريق الفراعنة المصري ولكن تنقطع وترجع مرة ثانية فريق لبنان اللبناني. عمر مولان يطلب الباب ترجع تنقطع سريعة يرجع يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري يبعدها حارس المرمى. سريع اللاعب رقم 16 كاري هجمة من كاري
يشوت هذا حارس المرمى. هذا اللاعب رقم 88 الكسندر. ترجع لكاري سريعة تضرب في القائم. ترجع لاعب رقم 7 الفريق تابع الفريق لبنان اللبناني. هذه هجمة سريعة تنقطع يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري سريعة. ترجع تنقطع من لاعب فريق الفراعنة المصري. ياخذ اللاعب رقم 16 يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني. ترجع تنقطع يقطع لاعب رقم 7 جول جول. الهدف الخامس لفريق لبنان اللبناني. الهدف الخامس 5 اهداف لا شيء فريق الفراعنة المصري. الهدف الخامس هذه الإعادة. شوف الإعادة ضربت في قدم لاعب فريق الفراعنة المصري عن طريق الخطأ. سجل فيها هدف لاعب فريق لبنان اللبناني. أهلام لبنان جمهور الحاضر مباراة اليوم. سريع الفريق لبنان اللبناني. هذه هجمة سريعة ترجع الفريق لبنان اللبناني. حاول يشوت هدف. الهدف السادس في آخر 30 ثانية. مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية فريق لبنان اللبناني سجل الهدف السادس. 6 أهداف للا شيء في أول أشواط المباراة. هذا الهدف اللي سجله لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 21 جوي. آخر ثواني في عمق الشوط الأول من مباراة اليوم. هذه هجمة سريعة الفريق فراعنة المصري. بعدها لاعب فريق لبنان اللبناني. وهذه هجمة سريعة ترجع تنقطع تقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري. ترجع سريعة لفريق لبنان اللبناني يحاول يشوت. ترجع سريعة يرجع يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 22 الكسندر. آخر ثانية من عمر شوط المباراة الأول. تقدم فريق لبنان اللبناني 5 أهداف 6 أهداف عفوا لا شيء فريق الفراعنة المصري. انتهى مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى أول أشواط المباراة التي تجمع بين فريق لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري. بتقدم فريق لبنان اللبناني 6 أهداف للا شيء. أرجع لأخوي ناصر التميمي في الاستديو لتحليل مجريات الشوط الأول. بستة أهداف مقابل لا شيء فريق لبنان ينهي الشوط الأول متفوقا على فريق الفراعنة المصري في مباريات أولى مباريات اليوم الثالث من بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد. نبدأ الحديث عن الشوط مع ضيوفنا في الاستوديو الكباتن. يعني بادي صح شوية كان المنتخب الفريق المصري انهار بمجرد ما اهتزت شباكه. طبعا الفريق المصري تماسك أول
عشر دقائق قول. أول ما حصل على أول هدف في مرمى طبعا انهار الفريق المصري. البلنتيات كثرت في الفريقين، يعني في ندية شوية بين الفريقين، لكن الفريق اللبناني لا يستهين فيه صراحة. خشونة أخي خالد ولا ندية؟ والله هي ندية تنتج عنها خشونة، يعني الخشونة تحصل مع الـ مع الـ مع اللعب السريع. طبعا اللعبة تتطلب هاي الأشياء يعني. فإن شاء الله إن شاء الله يعني يكون الفريق المصري يرجع في الشوط الثاني، وإن شاء الله نشوف مباراة حلوة بعد يعني بين الفريقين. يعني خالد، ما توقعنا، يمكن كنا نتكلم قبل المباراة، ما توقعنا الفريق المصري إن اليوم على الأقل حتى لو خسر مو بالستة يعني. شوف نحن مثل ما قلنا قبل المباراة إن لو بدأ الفريق المصري إن قدر يتماسك في الدفاع بيلعب مباراة حلوة. فعلا في البداية لعبوا مباراة حلوة، حصل أول طرد عنهم، نتج عنا استغل الفريق اللبناني ونتج عنا هدف، انهار، بدت المباراة تدخل في جو العنف والضرب، أدى إلى طرد أحد اللاعبين خمس دقائق، صار الضغط النفسي والعامل النفسي والنقص العدد اللي صار عندهم خمس دقائق مو بشوية. قبل خمس دقائق أتوقع شفنا الأربع أهداف صح؟ نعم، أربع أهداف في خمس دقائق مو بشوية تلعب ناقص قدام فريق سريع. نحن عارفين المباراة بتكون سريعة لها اليوم، لسرعة المباراة في أربع حكام في الملعب مش ثلاثة، لازم انت تجاري السرعة والخشونة اللي بتصير وتلحق على كل شيء يصير في الملعب. يعني مباراة سريعة جدا جدا سريعة. طبعا الفريق اللبناني في أريحية تامة في المباراة. الفريق اللبناني حاول يعني فريق المصري عاطنهم المباراة، يعني مسلمنهم المباراة ما أدري ليش. يعني شوف مثل الأهداف اللي تشوفها قدامك الحين، يعني ما حد مضايقنا اللاعب، ما حد معاه، شوف صح. يعني الـ يعني المباراة تتطلب أن كل لاعب مع لاعب في حالة الدفاع. يعني أنت عطيت الأريحية، شوف 88 ما حد معاه. أنا حتى الهدف هذا وأثناء المباراة كنت بأتكلم عليه، الفريق المصري لا زال يعني المدافع مغطي تماما على الحارس، وين بيشوفه؟ شوف الجول الأخير اللي يا هذا، هذه ضربة في الجوتي مال مدافع نتيجة تغطية الحارس. طبعا الحارس ما يعرف وين راحت البك، استمرار الأخطاء الدفاعية، الأخطاء الدفاعية مثل ما هي من أول المباراة. هذا قلنا نحن أكبر غلط، أن تقول أنت أنا بقلل الأهداف، هذا أنت مش تقلل، أنت تغطي على الحارس مالك وأنت تزيد الأهداف عليه. مثل ما شفنا أول بداية المباراة كان الفريق المصري أول خمس دقائق تكلم عنها كان مغطي كل لاعب مع لاعب، فجأة دخل هدف ما عليه، لكن أنت يعني ترد المباراة كلها، رجع نفس اللعب يعني. نعم. الحين بنكمل الحديث ولكن ننتقل إلى محمود الحوسني، وأعتقد يا محمود أن معاك مدرب فريق سورمز الإمارات. نعم، شكرا لك ناصر. نطلع شيء من أجواء المباراة اللي قاعدين تحللونها، مباراة الفراعنة والفريق الفراعن أو الفريق اللبناني. معاي مدرب فريق ستورمز السيد ماتي كوتش. Today will be the third match for Storms. We have seen the first two matches. You play very well. Just tell me about the next two games today and tomorrow or after tomorrow. Yeah, well, I think there's two different type of hockey teams now coming up. We are very European style of hockey team, and we like to control the puck, and we play a little bit slower than the Tunisia and Lebanon. They are very North American hockey teams. They are very straightforward, hard forecheck, hardworking teams. But I think our skill level is higher than theirs, so I think we have a very good chance to win the games. Do you agree with me that the next two games today and the last game will be more difficult than the rest
Yeah, I agree. Today will be the first really challenge for this tournament, and we really have to be ready from the beginning. I agree 100%, absolutely. And if you win today, coach, you will have more advantage to win this championship. Yeah, of course, it always builds confidence when you win big games. So today is the first big game, and we have to be ready from the beginning. And like I say, I trust my team. I have lots of experience in my team. Lebanon, Tunisia, younger teams, we have lots of experience. I believe that they know how to prepare themselves and be ready for the game. Yes, you have great players, and the players have a great coach. Thank you. Thank you, Shukran. And thank you. Good luck. Thank you so much. Thank you. Say, come, coach. Okay. Say something in Arabic, please. Sure. Lazim kullu shu Arabi, set the sun fil amarat. Thank you, coach. No problem. Thank you. Thank you. Nasser, ترجع لك الكلمة. شكرا يا محمود. خالد تعرفه أنت. نعم. هو يحاول يعني يتكلم عربي مع اللاعبين. تعرف في ناشئين لغتهم الإنجليزية شوية، لكن نحن نساعده يعني مدرب فنلندي ماتي يعطيه الصحة والعافية. يعني ما شاء الله كمل تقريبا 6 سنين في الإمارات، مسك المنتخب، مدرب يعني يحاول انه يسوي شيء في اللعبه هذه عندنا هنا في الامارات. جميل. نرجع للحديث عن المباراه. خالد الحبسي، فريق لبناني رغم نقول اخطاء الفريق المصري، لكن كان مسيطر على المباراه، لعبها بتكتيك جيد، ولا الفريق المصري هو اللي اعطاه هذه الافضليه؟ شوف انت لما تسلم بعد الهدف، بعد ما يدخل مرماك هدف تسلم المباراه، هذا اكبر غلط انت ترتكبه، ان لازم تحاول ترجع للمباراه. نحن شفنا فريق الفراعنه جاته كان فرصه لكن ما استغلها، كان في طرد في الفريق اللبناني بعد ما استغله. الفريق اللبناني يستغل اي فرصه تيه، طرد، انفراده، يقطع البك ويهجمون 2-1، يستغل اي فرصه تيه. فالفريق المصري نفس المباريات اللي طافت، يهجم 1 يهجم 2 على 3، هذا ما يكفي. صح ان عندك لاعبين ممتازين، لكن اللاعبين الممتازين يمكن عندك ما بيقدرون يكملون شوطين او 3 اشواط بنفس الرتم اللي انت تبغيه. انت ما عندك اللاعبين الكفايه اللي على نفس المستوى هذا. شفنا التعب بدا عليهم، بدا الضرب، بدت الخشونه، درجه ان ما في عندك لعيبه على نفس المستوى اللي انت تبغيه وانه يكمل مباراه كامله، حتى انه ما قدر يكمل شوط كامل نفس المستوى هذا. خالد، بس الفريق اللبناني ايضا اعلن عن نفسه يمكن من اول مباراه انه فريق قادم ينافس على البطوله، قادم له لياقه بدنيه، عنده لياقه بدنيه جيده وعنده تكتيك جيد يلعب فيه. والله الفريق اللبناني مثل ما تفضل المدرب يعني قال ان الفريق اللبناني يلعب ستايل اللي هو امريكي على كندي، فاحنا هني نلعب شويه نحتفظ بالكره مع الفريق. هو لا، الفريق اللبناني دائما يتجه ناحيه المرمى ويحاول يسجل، يضغط على الفريق الخصم. بس ان شاء الله يعني اليوم نشوف مباراه، يعني انه هو تكلم، انا اتكلم عن لسان المدرب، انه عندنا فرصه كبيره مع تونس ان شاء الله يتكلم. فنحن نتكلم عن المباراه هذه. الفريق اللبناني دائما يتزلج ويحاول يروح ناحيه المرمى ويضغط على الفريق الخصم يعني. نعم. بنرجع للحديث اعزائي المشاهدين، لكن ننتقل الى محمود الحسني ولقاء اخر في صاله ابو ظبي للتزلج. تفضل يا محمود. شكرا ناصر. معي في هذه اللحظات رئيس الجمعيه التونسيه للالعاب الجليديه الاستاذ ايهاب عياد. استاذ ايهاب، ثاني مواجهه، هذه ثاني مباراه تلعبونها. المباراه الاولى ربحتوا وطلعتوا بصوره متميزه امام فريق الفراعنه، اليوم تلعبون ضد فريق قوي ستورمز، كيف تشوف المباراة اليوم؟ والله اليوم ماتش كاسع شوية، الليفل متاع الستورمز تبارك الله عليهم، عندهم جوارات صحاح، وانت تعرف معناتها جوارات عندهم فكرة على الهوكي سور جلاس، جايين من كل البلدان متاع الهوكي سور جلاس، باش نلعبوا بالقلب، باش نلعبوا بجواراتنا، وان شاء الله نعملوا نتيجة باهية، على خاطر كان اليوم نعملوا نتيجة باهية ونربحوا
ناخذوا اوبشن كبيره باش ان شاء الله نوريو الشامبيونشيب البطوله ذيه. اما ان شاء الله نعملوا ريزلتا باهي. اما نكذبش عليك المنتخب نتاع ابو ظبي يلعبوا عندهم فكره على هوكي سور جلاس وحتى جوريتي تبارك الله عليهم. وانتم كذلك استاذ ايهاب يعني انتم عندكم فريق قوي وظهر بصوره ممتازه في المباراه الاولى وكذلك ابطال افريقيا انتم يعني مباراه اليوم قويه والحظوظ متساويه. الله غالب باش نقول لك بالحق في تونس ما عندناش استاد ما عندناش ايس سكيتنج يقولوا لها باتينوار بالسوري سامحوني. الله غالب في تونس ما همش ما عندهمش مازالوا ما عندهمش فكره ما همش فاهمين الرياضه ذي رياضه عالميه ورياضه تشارك في الالعاب الاولمبيه الشتويه. ان شاء الله كان وزيره الشباب ماجدولين شارين تسمعنا تفهم ورئيس اللجنه الاولمبيه السي محرز بوسيان ويفهم ولا السبور هذا لازم ويكبر في تونس ان شاء الله. انتم تملكون فريق يستحق الدعم ايهاب جايين البطوله هذه جايين للبطوله هذه تطمحون للفوز فيها ولا لاكتساب الخبرات فقط؟ معناتها كيفاش خلصنا ولا لا جايين انتم تطلعاتكم وطموحكم انكم تاخذون هذه البطوله تفوزون فيها ولا بس لاكتساب الخبرات والاحتكاك بالفرق الاخرى؟ والله ما فهمتكش. معلش تطلعاتكم لهذه البطوله يعني انتم حابين تاخذوا الكاس؟ اي اكيد احنا جينا لهنا باش نعملوا نتيجه. احنا ربحنا اول بطوله افريقيه للهوكي على الجليد ما جيناش باش نعملوا توريزم جينا باش نعملوا نتيجه باهيه. انا الحين عرفت كيف تفهم لي جايين باش تاخذوا الكاس. اكيد انا نخدم على النتيجه ونخدم على بلادي ونخدم على العلم ما جيتش باش نعمل سياحه. اكيد ابو ظبي بلاد مزيانه وكويسه ما شاء الله عليها اما انا جيت باش نعمل النتيجه اكيد ما نكذبش على علي ما نكذبش عليك وما نكذبش على المستمعين. بالتوفيق ان شاء الله يا امين يا رب العالمين. يعيشك انت كذلك يا ناصر وضيوفك الكرام ترجع لك الكلمه. شكرا لك محمود على هذا اللقاء مع ايهاب رئيس اللجنه اللي اعتقد بعد هو مدرب الفريق التونسي لان نشوفه بعد في الدكه مع الفريق. هنا هو ماسك التدريب الحين في الفريق كان لاعب سابقا يعني هو يعني تخيل هالانسان طلع من دوامه عشان يكون ورا الفريق يعني استقال من دوامه عشان يكون مع الفريق يعني يعني الريال يشتغل وايد كثير على الفريق وان شاء الله انه مثل ما قال هو انه يعني المسؤولين في تونس يقدرون هالشيء ان شاء الله ويبنون لهم صاله مثل ما اللي عندنا نحن. بشكل سريع خلال كلمتين كيف تشوفون الشوط الثاني؟ انا اتوقع ان فريق مصر سلم اوراقه للفريق اللبناني ان شاء الله الله يوفق. اتوقع ان الفريق اللبناني بيزيد الغله على الفريق فريق الفراعنه. نعم اعزائي المشاهدين الشوط الثاني على وشك البدايه الفريقان نزل ارضيه الملعب. الكلمه والصوره تنتقل من جديد الى الزميل محمد الزعابي لمتابعه احداث الشوط الثاني. شكرا اخوي ناصر التميمي. الشوط الأول انتهى طبعا مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية بتقدم فريق لبنان اللبناني 6 أهداف للا شيء. استطاع فريق لبنان اللبناني يستغل استغلال جميع المساحات في مجريات المباراة وسحب أكثر عدد من البك في جهته واستطاع تسجيل 6 أهداف على مرمى الفراعنة المصري. تأثير النفسي على فريق الفراعنة المصري بعد طرد أحد لاعبي فريق الفراعنة المصري من المباراة كان العنف واضح بين فريق الفراعنة المصري في مجريات المباراة. فريق اللبناني مثل ما تفضل أخوي في الاستوديو بأن يلعب بطريقة الأمريكي الكندي في توزيع البك نقاط بعيدة توجه بشكل
سريع إلى مرمى الخصم، محاولة سحب لاعبي فريق الفراعنة المصري، استطاع من خلالها تسجيل 6 أهداف نظيفة. الآن احنا في الشوط الثاني من مجريات المباراة التي تجمع الفريقين، فريق اللبنان اللبناني والفريق الفراعنة المصري في هذه البطولة، بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد 2018 التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الحبيبة أبوظبي، تحديدا من صالة أبوظبي للتزلج. يبدأ مشاهدي قناة أبوظبي الرياضي الأولى ثاني أشواط المباراة، حكم رئيسي يحيى الجنيبي كان الدولي. تبدأ المباراة في مجريات الشوط الثاني، فريق لبنان اللبناني سريعة ترجع تنقطع فريق فراعنة المصري. سريعة تنقطع ترجع سريعة لفريق لبنان اللبناني. لبنان اللبناني طحى لاعب رقم 88 ترجع تنقطع لاعب رقم 19 حاول يشوت، طاح اللاعب رقم 89 فريق فراعنة المصري سارسو، ترجع تنقطع اللاعب رقم 7 تابل ريكاردو تابل. لاعب فريق لبنان اللبناني حاول يشوت، هدف، جول جول جول، لاعب رقم 80 فون اللاعب رقم 20، لاعب رقم 20 من فريق لبنان اللبناني عمر مولان يسجل الهدف السابع. شوف الإعادة، هذه الإعادة، استطاع عمر مولان تسجيل الهدف السابع لفريق لبنان اللبناني. سبع أهداف للا شيء، هذا اللاعب عمر مولان صاحب الهدف السابع. ارتدى سريع لفريق الفراعنة المصري، حاول يشوط، شد حارس المرمى. عنف بين اللاعبين واضح عليهم جرات العنف. فريق الفراعنة المصري هذه الهجمة اللي كاد لاعب فريق الفراعنة المصري تسجيل هدف، هذا تعدي اللاعب الفراعنة المصري على اللاعب اللبناني، ترجع سريعة تنقطع ترجع لفريق لبنان اللبناني، هذه هجمة، حاول يشوت، شد حارس المرمى. هذه الإعادة اللي حاول فيها لاعب فريق لبنان اللبناني تسجيل هدف اللاعب رقم 44 ديفيد الخوري. ترجع سريع فريق لبنان اللبناني، حاول فيها لاعب فريق لبنان اللبناني حاول يشوت، صدى حارس المرمى. ترجع مرة ثانية فريق لبنان اللبناني، حاول لاعب فريق لبنان، صدى حارس فريق الفراعنة المصري. ترجع لفريق لبنان اللبناني، صدى حارس المرمى. ترجع سريعة حاول فيها فريق
لبنان اللبناني سحب لاعبي فريق فراعنة المصري, وهذه هجمة ترجع يقدر يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري. ترجع من جديد لفريق الفراعنة المصري, لاعب رقم 89 سارسو. ترجع مرة ثانية هجمة, هجمة لفريق فراعنة المصري جنب القائم. يرجع من جديد ضحى لاعب فريق لبنان اللبناني. سريعة هذه هجمة اللاعب رقم 88, هجمة سريعة حاول يشوت. جول جول جول, لاعب رقم 19 من فريق لبنان اللبناني يسجل الهدف الثامن. إلي خالد, إلي خالد يسجل الهدف الثامن. إلي خليل عفوا, إلي خليل يسجل الهدف الثامن لفريق لبنان اللبناني. 8 أهداف فريق لبنان اللبناني. نقشات, هذا هذه الإعادة اللي سجل منها لاعب إلي خليل هدف الثامن. حكم الإماراتي يحيى الجنيبي. صح لاعب فريق فراعنة المصري يحاول يشوط. ترجع الفريق لبنان اللبناني, وهذه مرتدة سريعة, هجمة سريعة لفريق لبنان اللبناني. شوط, هدف, هدف, جول 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 جول, الهدف التاسع, الهدف التاسع لفريق لبنان اللبناني. هذه الإعادة السريعة اللي سجل فيها لاعب فريق لبنان اللبناني, لاعب رقم 18 ماثيو درويش الكسندر عفوا, الكسندر تسجيل الهدف التاسع. هذه مرتدة سريعة لاعب فريق لبنان رقم 20 عمر مولان. تنقطع ترجع سريعة يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري, يرجع يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني. حاول يشوت, صد حارس المرمى. فريق لبنان اللبناني حاول يشوت, صد حارس المرمى. سريعة تنقطع, مرتدة سريعة لفريق الفراعنة المصري. هذه هجمة سريعة, حاول يشوت, صد حارس المرمى, حاول يشوت, ترجع تنقطع, طاح فريق لبنان اللبناني. جول جول جول, لاعب رقم 10 من فريق لبنان اللبناني. سجل الهدف العاشر,
كريستوفر يسجل الهدف. هذا هو كريستوفر سجل الهدف العاشر لفريق لبنان اللبناني. فريق لبنان اللبناني من الفرق المرشحة للبطولة. هجمة سريعة سريعة هجمة سريعة انفراد لعب ونسجل صدى حارس المرمى. ياخذ فيها لاعب فريق لبنان اللبناني دقيقتين. فرد دقيقتين فريق هذه الإعادة ضرب بلاستيك. عشرة أهداف للا شيء لفريق لبنان اللبناني. سارسو ترجع لاعب سارسو فريق فرعون المصري لاعب رقم 21 أشاك إشاك لاعب رقم 89 سارسو. هذه هجمة سريعة لسارسو حاول يشوت في اللاعب يشوت صدى حارس المرمى. هجمة حلوة كانت من فريق الفراعنة المصري. هذه الإعادة اللي أول فيها لاعب فريق الفراعنة المصري لكن استدنت فيه حارس المرمى. حاول يشوت هذا لاعب فريق لبنان اللبناني. ترجع سريعة تنقطع ترجع سريعة لفريق لبنان اللبناني. هذه هجمة سريعة حاول يشوت وهدف هدف لفريق لبنان اللبناني. جول جمهور جانب من جمهور لبنان اللبناني. هذه الإعادة اللاعب رقم 16 من فريق لبنان اللبناني كاري المير. هذا الهدف سجل اللاعب رقم 16 كاري المير. عشر هدف للا شيء لفريق الفراعنة المصري في ثاني أشواط المباراة. ترجع لفريق لبنان اللبناني لاعب فريق لبنان اللبناني. هذه تنقطع ترجع من هذا تنقطع فريق الفراعنة المصري حاول يشوت سارسو صدى حارس المرمى. هذا حارس المرمى صار لاعب حارس مرمى فريق لبنان اللبناني. ترجع تنقطع عمر مولان يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري. وهذه هجمة سريعة مرتدة اللاعب سارسوك لاعب فريق الفراعنة المصري. وهذا لاعب فريق لبنان اللبناني
عمر مولان يجي يعطيها لاعب فريق فرعون المصري. خطأ استخدام لاعب عمر مولان في مرمى فرعون المصري. هذه الإعادة السريعة للاعب لبنان اللبناني اللاعب رقم 16 كارل المر. خمسة وتسعين تنقطع ترجع مرة ثانية حاول يشوت شد حارس المرمى. طبعا حارس مرمى فريق لبنان اللبناني من الحراس المتميزين. حارس مرمى لبنان اللبناني الذي يقارب على توقيع عقده في مع دوري المحترفين الكندي حارس متميز حارس المرمى. سريعة يرجع يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني كارل المر. حاول لاعب رقم 16 هجمة سريعة طاح لاعب فريق لبنان اللبناني ترجع من جديد. هذا لاعب فريق لبنان اللبناني تنقطع ترجع من جديد لاعب فريق لبنان اللبناني. ترجع لفريق لبنان اللبناني وهذه هجمة سريعة فريق لبنان اللبناني. ست لاعبين طريق الخطأ دخول ست لاعبين في أرضية الملعب. يأخذ اللاعب رقم 2 طرد دقيقتين. هذه الإعادة اللي سحب فيها ضرب فيها لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 2 ياخذ توقيف على طرد دقيقتين. لاعب فريق فرعون المصري ترجع الفريق اللبناني لاعب رقم 21 يحاول يشوت صدى حارس المرمى. حاول فيها جوي بحيدر صدى حارس المرمى. هذه سريعة ترجع الفريق لبنان اللبناني لاعب رقم 20 عمر مولان. ترجع اللاعب رقم 44 ديفيد الخوري يقطعها يبعدها لاعب فريق فرعون المصري. ترجع لحارس المرمى فريدريك11 صفر مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى هي نتيجة ثاني أشواط المباراة
في بطولة الأندية العربية في هذه المباراة التي تجمع بين فريق لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري. هذه هجمة سريعة لفريق لبنان اللبناني. حاول يشوت جنب القائم. سريعة. ترجع ينفرد فيها لاعب فريق لبنان اللبناني صدى حارس المرمى. صدى حارس المرمى مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية حارس مرمى فريق لبنان فريق الفراعنة المصري. سريعة فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 7 ريكاردو. يرجع يقطعها فريق الفراعنة المصري. ترجع تنقطع ترجع لريكاردو تاب ريكاردو. سريعة حاول يشوت. ترجع لفريق لبنان اللبناني. يرجع يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري لاعب رقم 91 فيليب. حاول يشوت. ترجع مرة ثانية لفريق لبنان اللبناني. سريعة صدى حارس المرمى. آخر 3 دقائق من عمر الشوط الثاني. تقدم فريق لبنان اللبناني 12 هدف للا شيء. لاعب رقم 18 فريق لبنان اللبناني. هجمة جديدة لفريق فراعنة المصري وهذه هجمة جديدة. سارسوك هجمة من سارسوك حاول فيها. يرجع تنقطع منه وترجع لفريق لبنان اللبناني. سريعة شاد لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 95 بيتر. شوف الإعادة. لاعب سارسوك ياخذ طرد 2 دقيقة. شوف الإعادة. هذه الإعادة اللي دفع فيها اللاعب بيتر لاعب فريق لبنان اللبناني. لاعب سارسوك
في الإعادة. هذا سارسو لاعب فرعني المصري دفع لاعب زعل واضح على لاعب لبناني لبناني بيتا. ويشوت ترجع من جديد جول 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 عمر مولان. عمر مولان عمر مولان سجل هدف 12. هذه هجمة شد حارس المرمى هذه اللي عادل يصدها حارس مرمى فريق فراعنة المصري. آخر ثواني من عمر الشوط الثاني في بطولة الأندية العربية في هذه المباراة. ترجع سريع الفريق فراعنة المصري صد اللاعب فريق لبنان. انتهى مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى شوط المباراة الثانية الذي يجمع بين فريق لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري بتقدم فريق لبنان اللبناني. أترك الميكروفون إلى زميلي ناصر التميمي في الاستوديو. لك المايك. شوط ثاني ينتهي بتفوق واستمرار تفوق الفريق اللبناني على فريق الفراعنة المصري 6 أهداف مماثلة لما تم تسجيله في الشوط الأول. لينتهي الشوط الثاني 12-0. نبدأ الحديث عن مجريات الشوط الثاني، ولكن بداية يسرنا الترحيب بالأستاذ وسام سلمان مدير فريق لبنان. أهلا ومرحبا بك. مرحبا. نواصل الحديث. خليني أبدأ معك أخ وسام، كيف ترى بطولة الأندية العربية هنا في أبوظبي؟ بدك تحكي معي شوي بالإنجليزي لأنه عربيتي بعدها مش كتير قوية. كيف ال How do you see the championship in Abu Dhabi؟ والله كتير حلو الorganization، بتجنن يعني، استقبلونا كتير منيح من الأول. It's very organized, it's beautiful. إنه نروح نيجي نعمل كومبيتيشن ضد Arab Club Cup لأول مرة ونشوف على التلفزيون يعني الشباب تحمسوا كتير حطوا الأرزة على أمصانهم ويجوا يلعبوا ضد بلاد كمان عندهم نفس التحميس يعني. والأورجانيزيشن يعني من الأول للآخر it's amazing يعني 100%. okay. كيف شفت مستوى الفرق؟ How do you see the level between all teams now? And I mean, they're slowly. There's some teams better than others, or organization that are younger than others. But the level is all. Everybody can play hockey. يعني everybody can win. كل العالم فيهم يربحوا. لعيب كلهم بيلعبوا هوكي و it's كتير منيحة. نعم. نحن راح نتابع الحديث أعزائي المشاهدين، لكن ننتقل إلى زاوية أخرى من زوايا صالة أبو ظبي حيث الزميل محمود الحوسني واللقاء. تفضل يا محمود.
شكرا ناصر. معاي الجمهور الجمهور اللبناني اللي عامل جو حاله حال الجمهور التونسي في المدرج, وننتظر ان شاء الله الجمهور الاماراتي كذلك. فريق الفريق اللبناني متميز, ثاني فوز ممكن يقترب من ثاني فوز اليوم بعد اول فوز قبل يومين. كلمني عن فريق. طبعا هلا مثل ما انك شايف نحن فريق كامل متكامل, عندنا كل اللاعيبه جايين من وين ما كان من العالم, وجايين عاملين فريق نظامي. مثل ما انك شايف هذا ثاني فوز لنا, اكيد طبعا ثاني فوز, يعني صار الفرق فرق اكثر من 10 ونحن كثير متفائلين. 5-0 للحين. للخمسة صفر للحين, بس انه في راح تصير للعشرة اذا الله راد يعني. ونحن بس الشغلة الوحيدة عنا بعد جيم بكرة, وكمان متفهمين منها وجايين جاهزين وبدنا نكسر الدنيا ويلا لبنان. في عنا بس جيم واحدة خايفين منها, هو راح تكون الفاينل يعني مع ابو ظبي ستورمز, فهيدي مش عارفين شو بدنا نعمل فيها بعد. بدنا نكون على اكثر قدراتنا هيدا, ونكون معبين انرجي لنقدر نلعب قد ما فينا. ويلا لبنان, ويلا لبنان. نبيل نبيل نبيل. يلا مباراة حلوة كانت كثير, وان شاء الله نضل هيك عم نربح. عم تبيض وش لبنان. مباراتكم مع ستورمز الاخيره كيف منه؟ خايفين منه الصراحه, بس ان شاء الله خير. بس فريقكم بعد قوي 100%, وإن شاء الله يكون عدا. وبدعي كل المشجعين الفريق اللبناني والفريق الإماراتي أبو ظبي يجوا يحضروا جيم الفاينل, لأنه هي راح تكون أكتر جيم حماسية بين الفريقين. عملوا معروف وشجعونا, ويلا لبنان. بالتوفيق للفريق اللبناني وكذلك فريق ستورمز. ناصر, أنا أتوقع يعني يكون الفاينل او تكون المباراه النهائيه ومباراه الحسم بين فريق لبنان اللبناني وفريق ستورمز ابو ظبي الاماراتي. ترجع لك الكلمه على امل التواصل. شكرا محمود. خالد, خلينا نتكلم عن الشوط الثاني. استمرار التفوق للفريق اللبناني, ضاعف الغله مثل ما توقعنا, 6 أهداف في الشوط الاول, 6 أهداف في الشوط الثاني. طبعا الفريق اللبناني سيطر الشوط الثاني سيطرة تامة, قدر يستغل التعب اللي صار في الفريق الفراعنة. الفريق اللبناني يلعب تكتيك عالي, فريق سريع. قلت لك أنا في كذا لاعب في فريق الفراعنة مستواهم عالي, بس ما بيقدر يكمل شوطين بنفس الرتم هذا, فاستغل هذا الشيء الفريق اللبناني. الفريق اللبناني لياقته عالية, سرعة عالية, استغلها بأهداف, استغلها بأهداف, سجل 6 أهداف نفس الشوط الأول, 6 أهداف. فأتوقع أنه بيظل على نفس الموال لنهاية المباراة. خالد, في المقابل ما شفنا ردة فعل من الفريق المصري مثل ما توقعنا, يعني بالعكس استمرار في الأخطاء, انهيار تام للفريق, والنتيجة واضحة. النتيجة واضحة, لكن في نفس الوقت أنا قلت لك من أول الشوط الثاني يعني أن الفريق الفراعنة المصري سلم أوراقه للفريق اللبناني, يعني حتى يعني مجاراته مش الدرجة اللي نحن كنا نتوقعها. يعني مع احترامي يعني الفريق اللبناني كان فريق قوي ونحن عارفينه جاي ووجهته على البطولة, لكن يعني فارق السن بعد لا دور لفريق لبنان, فريق شاب يعني لاعبين صغار في العمر, تعرف اللياقة تفرق مع اللاعبين الصغار بالسن. الفريق المصري حاول انه يعني يرجع في الشوط الثاني, لكن لا جدوى. البلنتيات لها دور على الفريق المصري, نقول يعطيهم الصحة والعافية, يعني أن الفريق المصري يجاري الفريق اللبناني. المستوى كبير شوية فارق بين الفريقين, نقول إن شاء الله نشوف الشوط الثالث يكون أحسن من الفريق المصري إن شاء الله. وسام, كيف تشوف فريقكم اللبناني, وكم سنة يمكن الفريق مع بعض؟ How do you see your team
And how many years or how many time the player together, play together? فريق اللبناني بعد في كتير بعد ما اكتشفناه هون يعني الفريق صار له بس ست يعني أقل من سنة بعد بلشنا بالبروغرام وعنا كتير لعيب عم يجي وبيمرق وعم نجرب ننقي بس نجي على هيك مباراة أحسن لعيب اللبناني اللي فينا نلاقيهم وكل مرة عم دلنا نكتشف وفي كتير في عنا كذا لعيب لبناني بيلعبوا بدرجة كتير أو كتير عالية ما كان فيهم يجوا على هالمباراة بس إن شاء الله يعني كل ما إلها عم تزيد كل ما عم نكتشف لعيب زيادة من أمريكا ومن أوروبا هن اللبنانية وبيلعبوا ما كنا عارفين وعم نشوف وعم نكبر شوي بس نو بعد كم سنة راح تكون أيمين we're aiming very high. Great result نتيجة كبيرة في مبارتين 16 في المباراة الأولى واليوم شوطين للحين 12 كيف التكتيك اللي يلعب فيه الفريق اللبناني هلا التكتيكس يعني عنا تحضرنا نحن عملنا تريننج كامب وقبل الجمعة جبنا اللعيب من برا يجوا يتدربوا ودربنا كل جمعة مرتين اللعيب صاروا يعرفوا يلعبوا مع بعض و يعني هل اللي لازم يعملوا لازم يضلوا يلعبوا مع بعض يعرفوا وين اللعيب وين يعملوا باسات وصرنا نعرفهم يعني عنا ديفنسيف تاكتكس والكوتش عم يلعبوا عم يعملوا دروسهم ونحن كلنا بيج اورجانيزيشن من برا عم نساعد من كل مال حتى نجيب فريق تو كومبيت ويلعب هوكي يعني جميل تفضل خالد do you know how many players do you have like play in a league in America or in Canada or we know that Nazem Kadri is an NHL player known Lebanese that plays with Toronto Maple Leafs or? He plays with the Toronto Maple Leafs he's born Lebanese we have Antoine Wacked who plays with the Rockets of Laval, which is the home club of the Canadien Montreal, who almost made it to come, but his contracts cannot allow it. We have a lot of players that play very high-level hockey. We have about a good four players that used to play or played or still playing in high-level competition. Do you still like thinking about going to the IIHF? Yeah, of course. To register your team or? We are right now. We're in the process with discussion with our government. We will start in July after the election. Hopefully, inshallah, we have the support of the Canadian embassy, the Canadian Safir is behind us, and the new consul of Montreal too. So we're in the discussions to get the approbation of our government first, and then we once we have the approbation of our government, then we will. Do our best to get a nice rink in Lebanon and hopefully register for the IIHF. That is our main goal with the ice hockey program. I hope so. أنا سألت أخوي ناصر بخصوص الفريق هل هو عنده شباب يلعبون في ال just to explain some مشاهدين الأعزاء في بضبي الرياضية سألت عن اللاعبين اللي موجودين عنده يعني هل هم يلعبون دوريات في أمريكا ولا في كندا ولا قال لي نعم فيه موجودين وفي كم من واحد ما قدروا يجون حسب الكونتراكت اللي موجود مع النادي وسألته في نفس الوقت إذا يقدرون يسجلون في الاتحاد الدولي للهوكي يعني لأن اسمهم وعندهم فريق يعني جاهز ما شاء الله ليش ما يكونون موجودين نعم بنتكلم نحن عن الفريق اللبناني انت كيف شفتوا الان مع الشوط الثاني في ثاني ظهور له يعني شو اللي ميز الفريق اللبناني خلاه يستمر متفوق في الشوط الثاني الفريق اللبناني يعني مثل ما قلت لك من البدايه انه هو بدا بدايه قويه من المباراه الاولى يعني هو مثل ما صرح الـ المدرب اعتقد اول مباراه قال نحن وجهتنا على البطوله يعني أن يأخذون المركز الأول
يعني لكل مجتهد نصيب ان شاء الله. نحن نقول يعني good luck for everybody، اللي بيجتهد بيحصل على البطولة. يعني الفريق اللبناني يعني لا يستهين فيه، لاعبين صغار، لاعبين في كندا وفي الجامعات اعتقد في كندا، فنتمنى لهم ان شاء الله كل خير والسلام ان شاء الله. خالد، طبعا الفريق اللبناني نفس تكتيك المباراة الاولى اللي لعبها، لعب المباراة الثانية بنفس التكتيك. الشوط الاول تفوق فيه بستة، الشوط الثاني كذلك ستة. قلت لك انا من قبل الفريق اللبناني عندهم لاعبين يلعبون في دوري الجامعات، يونيفرسيتي ليج ان كندا اند امريكا، وهذا من اقوى الدوريات تقريبا. سريعين، صغار، عندهم الحماس، عندهم الروح اللي يرفعون فيها بلادهم. طبعا لبنان ما فيها صالة، كانت فيها صالة there is ice rink before and then they cancelled. هم قاعدين بشتى الطرق انه يحاولون يسوون صالة ويلعبون في لبنان. انا اتوقع ان الفريق اللبناني جاي بقوة نفس ما قال كابتن المنتخب، نحن عيننا على البطولة، وهذا طموح اي فريق طبعا، مش بس الفريق اللبناني، طموح اي فريق عيننا على البطولة. فتمنى التوفيق للكل والجميع، بس نتمنى ان ما يكون الخشونة موجودة في المباراة، ان يكمل الشوط الثالث بنفس الرتم اللعب الصح هذا اللي ما فيه خشونة ان شاء الله. الشوط الثالث قبل بدأ، توقعات كم تتوقع النتيجة تكون؟ هلا حسب اللعيب إذا بدهم يفوتوا جويل أو إذا بدهم يكفوا بنفس الريتم. هلا أكيد اللعيب شافوا فيه هلا سكور كتير عالي، رح يمكن يجربوا يلعبوا تكتيك إنه ميت إنه they don't get injured for the next. So the أكيد الانتنسيتي ما رح تكون مثل أول بيريود والتاني بيريود، متوقع هيك يعني. بس ما بتعرف الشباب يعني متحمسين وبدهم عم يلعبوا قدام عائلتهم على التي في، كل واحد بده يفوت جول لأهله وهيك، فما بتقلهم يوقفوا بس ما بنقدر ايام. نحن اكيد راح نتابع الحديث بعد نهايه المباراه، ولكن ننتقل الان بالصوت والصوره الى الزميل محمد الزعابي لمتابعه احداث الشوط الثالث. من جديد مشاهدي قناه ابو ظبي الرياضيه الاولى، نعود إليكم في الشوط الثالث في مجريات مباراة اليوم الثالث على التوالي في بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد 2018 التي تقام في العاصمة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا أول بدايات الشوط الثالث، فريق لبنان اللبناني يسجل هدف جديد وسريع في أول ثواني من مجريات الشوط الثالث. مثل ما شفنا الشوط الثاني استطاع فريق لبنان اللبناني تسجيل أهداف التي وصلت إلى 12 هدف للشوطين الأول والثاني على فريق الفراعنة المصري. لبنان اللبناني لاعب رقم 22 الكسندر، سريعة يرجع يقطعها اللاعب رقم 18 ماثيو، ترجع سريعة للاعب رقم 79 أرون، تنقطع سريعة للاعب المصري رقم 91، ترجع تنقطع اللاعب رقم 19 من فريق ريان الفراعنة المصري ريان، سريعة من ريان، سريعة من ريان، يرجع يقطعها مرة ثانية لاعب 91 حاول يشوت، ترجع من جديد لفريق الفراعنة المصري، تنقطع منه ويقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 19، تنقطع ترجع سريعة لاعب رقم 95 لاعب رقم 7 يقطعها ريكاردو، ترجع لريكاردو لاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 16
كارل سريعة ترجع لكارل المر حاول ترجع للاعب رقم 19 إلي الخو إلي خليل حاول يشوط صدى حارس المرمى لاعب رقم 88 من الفريق اللبناني الكسندر ترجع سريعة يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري سارتسوق سريع اللاعب رقم 88 فريق اللبناني الكسندر إلي خليل ريكاردو عفوا تنقطع منه رجع يقطعها لاعب فريق الفراعنة المصري سارسوك ترجع اللاعب فريق لبنان اللبناني لاعب رقم 16 حاول يشوت لاعب رقم 16 كارل المر سريعة تنقطع ترجع فريق الفراعنة المصري لاعب رقم 26 براندو حاول شوت براندو ترجع للاعب رقم 88 من الفريق اللبناني الكسندر ترجع الفريق لاعب رقم 91 طحا لاعب 44 حاول شوت هدف هدف ديفيد الخوري يسجل الهدف الرابع عشر ديفيد الخوري هذا ديفيد سجل الهدف الرابع عشر لفريق لبنان اللبناني يرجع مرة ثانية لديفيد الخوري يرجع يقطعها فريق لبنان الفراعنة المصري اللاعب رقم 21 ريان سريعة هذا اللاعب ماثيو عفوا ماثيو ترجع تنقطع لاعب رقم 97 فريق فراعنة المصري سريعة يرجع يقطعها اللاعب رقم 44 ديفيد الخوري حاول يسجل جول ترجع من جديد عمر مولان هذا عمر مولان لاعب فريق لبنان اللبناني سريعة عمر مولان هجمة سريعة يبعدها سريعة هذا سارسوك سارسوك ياخذ فاول لاعب رقم 44 هذه الإعادة من لاعب رقم 44 ديفيد الخوري شوف الإعادة ياخذ فيها طرد دقيقتين الخوري ديفيد الخوري ياخذ طرد دقيقتين صدام المتعمد عرقلة اللاعب سريعة ترجع لاعب رقم 89 سارسو لاعب رقم 26 براندو براندون حاول يشوت ترجع مرة ثانية لاعب رقم 91 فيليب سارسو هذه هجمة سريعة حاول يشوت صدى حارس المرمى حاول يشوت حاول فيها اللاعب رقم 91 من فريق فراعنة المصري فيليب حاول فيها اللاعب فيليب صدى حارس المرمى أربعة عشر هدف لفريق لبنان اللبناني
ترجع الفريق اللبناني اللبناني لاعب رقم 7 ريكاردو، ترجع للاعب رقم 2 ماجد، هذه سريعة حاول فيها صدى حارس المرمى، حاول فيها سارسو لاعب فريق فرعنا المصري، هذا هجمة سريعة مرتدة حاول يشوط صدى حارس المرمى لاعب رقم 19 جنب القائم، تنقطع ترجع للفريق لبنان اللبناني، بعدها لاعب لبنان اللبناني يعني حارس المرمى فريق فرعنا المصري، طاح لاعب رقم 16 من فريق لبنان اللبناني كارل المر، من جديد سارسو لاعب فريق فرعنا المصري، هذه هجمة وهذه هجمة جهد تنقطع ترجع اللاعب رقم 2 ماجد، بعدها ترجع تنقطع للاعب رقم 97 تدرس، ترجع تنقطع هذا اللاعب رقم 20 عمر مولان، سريع عمر مولان حاول يشوط جول 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 عمر مولان، عمر مولان يسجل الهدف 15 لفريق لبنان اللبناني، هذه الإعادة يسجل فيها اللاعب عمر مولان، الهدف 15 سريعة لاعب رقم 22 فريق لبنان اللبناني ألكسندر، ترجع لي ألكسندر، يرجع طاح لاعب فريق فراعنة المصري لاعب رقم 21 ماثيو، طاح لاعب فريق لبنان تنقطع ترجع لي ماثيو، سريعة ترجع اللاعب رقم 95 من فريق لبنان اللبناني بيتر، لاعب 21 سريع اللاعب رقم 21 فريق لبنان اللبناني صدى حارس المرمى، ضاغط بقوة فريق لبنان اللبناني على فريق الفراعنة المصري، هذه الإعادة لصدى حارس المرمى، ترجع سريعة لاعب رقم 79 فريق لبنان اللبناني هارون، هارون هجمة سريعة هارون، ترجع اللاعب رقم 16 كارل المر، الشوت جول جول لاعب رقم 88 ألكسندر يسجل هدف فريق لبنان اللبناني 16 طبعا مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، بعد هذه
بعد نهاية هذه المباراة ستكون هناك مباراة قوية جدا تجمع بين فريق ستورمز الإمارات وفريق نسور قرطاج التونسي. فريق ستورمز الإمارات فايز يوم أمس على فريق الجزائر، فريق نسور قرطاج الفائز على فريق الفراعنة المصري يوم أمس. اليوم نرى هذه المباراة بعد نهاية هذه المباراة، نسور قرطاج ستورمز الإمارات في ثالث أيام بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة من العاصمة أبو ظبي. 26 براندون ترجع للاعب فريق لبنان اللبناني رقم 7 لدريكو ريكاردو عفوا عمر مولان 44 ديفيد الخوري يرجع يقطعها لاعب رقم 61 من فريق فراعنة المصري. هذا هجمة حول شوت جول هدف جول 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 أول أهداف فريق الفراعنة المصري من قبل سارسوك يسجل أول هدف لفريق الفراعنة المصري. هذه الإعادة سارسوك، شوف سارسوك سجل أول أهداف فريق الفراعنة المصري. من جديد هذا سارسوك صاحب أول هدف لفريق الفراعنة المصري. سريعة تنقطع ترجع لفريق لبنان اللبناني أو لشوت صدى حارس المرمى ترجع لسارسوك لاعب رقم 97 فريق فراعنة المصري يرجع يقطعها لاعب فريق لبنان اللبناني 95 بيتر ترجع لاعب رقم 10 داود يهجم من داود ويشوت هدف هدف لاعب رقم 19 إلي خليل يسجل الهدف 17 لفريق لبنان اللبناني. سبعة عشر واحد في آخر أشواط المباراة. سريع لاعب رقم 19 إلي خليل تنقطع ترجع يرجع تحت اللاعب رقم 29 حاول يشوط براندون لاعب رقم 26 براندون فريق فراعنة المصري اللاعب رقم 16 هدف لاعب رقم 88 ألكسندر
سجل الهدف 18 لفريق لبنان اللبناني. هذه الإعادة لاعب رقم 16، لاعب رقم حاول فيها اللاعب رقم 16 يسجل الهدف، لاعب رقم 88 هذه ترجع لاعب سارسو لاعب فريق الفراعنة المصري، جعلتها لاعب فريق الفراعنة المصري سارسو. هذه هجمة، هذه هجمة ترجع سريع اللاعب رقم 19 جول هدف صدى حارس المرمى، صدى حارس المرمى حاول فيها اللاعب رقم 91 فريق الفراعنة المصري فيليبس تدرس سريعة ترجع لسارسو هاي فيها سارسو ترجع اللاعب رقم 21 ماثيو طح اللاعب رقم 44 فريق لبنان اللبناني ديفيد ترجع حاول يشوت ترجع اللاعب رقم 44 ديفيد الخوري هذا ديفيد طح اللاعب سارسو من جديد وهي هجمة سريعة لفريق الفراعنة المصري حاول يشوت شد حارس المرمى اسم حضرتك بس تد سريعة لفريق لبنان اللبناني هجمة سريعة طح اللاعب فريق الفراعنة المصري هذه هجمة سريعة ترجع تنقطع مرة ثانية من جديد لفريق الفراعنة المصري يرجع من جديد شاد يلعب فيها هذه الإعادة اللي صار فيها تصادم بين اللاعبين دقيقتين على نهاية المباراة سريعة سريعة من فريق فرعنا المصري اقطعها لاعب فريق لبنان اللبنان اللاعب 95 بيتر سريعة هجمة سريعة الفريق لبنان اللبناني طاح لاعب فريق فرعون المصري ترجع تنقطع الفريق لبنان اللبناني تنقطع ياخذ اللاعب رقم 21 فريق لبنان اللبناني الإعادة اللي سحب فيها طرد اللاعب من الخلف سحب اللاعب
آخر دقيقة مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى عن نهاية مباراة لبنان اللبناني وفريق الفراعنة المصري في أول مباراة لليوم الثالث على التوالي عن من بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد. وهذا هدف ثاني، هدف ثاني لفريق فراعنة المصري. هذه الإعادة سجل فيها هدف، هدف ثاني، هدف ثاني عفوا. 18-2 براندون سجل الهدف الثاني لفريق الفراعنة المصري في آخر ثواني من عمر المباراة. هذه سريعة، سريعة من سارسو. يرجع الفريق لبنان اللبناني. آخر ثواني من عمر المباراة مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية. تقدم فريق لبنان اللبناني. انتهى مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الشوط الثالث، انتهاء المباراة بتقدم فريق لبنان اللبناني 18-2. استطاع فيها فريق لبنان اللبناني السيطرة على المباراة من أول بداية الشوط الأول. كل التوفيق للفرق المشاركة. أنقل الميكروفون إلى أخوي ناصر التميمي في استوديو التحليل، أستودعكم الله. ثلاث نقاط جديدة لفريق لبنان اللبناني، يحقق النقطة السادسة في ثاني ظهور له في بطولة الأندية العربية لهوكي الجليد نتيجة 18-2 للفراعنة المصري. نرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين بالتأكيد بالضيوف، ونستمر مع وسام سلمان مدير فريق لبنان. نتيجة كبيرة وثلاث نقاط جيدة للفريق اللبناني. مظبوط. اللعيب من الأول يعني جايبين تحمسوا وحضرناهم تيلعبوا هوكي، وجايين يعني ما حدا جاي يتسلى. بعتقد اللعيب كلهم جايين وشايفين كبير وبدهم يربحوا بالنتيجة. مبارتين ونتيجة كبيرة 16-4 المباراة الأولى، 18-2 الهدف للفريق اللبناني في البطولة. هلا نعرف انه الفريق التونسي كتير شاطر كمان، وبعد فريق ستورم كتير شاطر. يعني الفريق اللي جبناه اليوم على هالمباراة حضرناه تيلعب ضد ستورم يعني، وطلع انه تونس كمان كنا اول مرة عم نشوفهم عم يلعبوا، بيعرفوا بيلعبوا كتير منيح. وهلا بعتقد هلا المباراة رح يبلشوا لإلنا يعني، بعد رح نشوف الماتش هلا ستورم وتونس، نشوف شو رح يصير. وفي ماتش تونس بكرة وماتش ستورم السبت. نعم. وهي. خالد، نتكلم عن الشوط الثالث في البداية، استمرار السيطرة اللبنانية، وأيضا شكلهم اللبنانيين موزعين ال 6-6-6 على مدار الأشواط الثلاثة. بس أنا المفروض يعني من الفريق اللبناني بما أنه كان متقدم شوطين 12-0 بحاول أجرب أغير في التكتيك، أغير في الخطة، أغير ألعب بطريقة مختلفة، أجرب هني. أنا خلاص متقدم وفرق كبير يعني عن فريق الفراعنة، فبحاول أجرب أشياء جديدة أسويها في الملعب، أحاول اعتبره يعني مثل ما تقول اجرب خطط تشكيلات جديده. نعم. فهذا بدل ما بس الجماعه يعني نفس ما قال الاخ وسام انه كل واحد يبغى يشوف اهله وهو يسجل جول، اهله يبغون يشوفونه في التلفزيون بما انه منقوله. وهذا هذه طبعا الكل يطمح لها ان اهله يشوفونه. وهذا بنرجع بس بنكمل خالد بس بنروح لمحمود الحسني ولقاءات هناك في صالة أبو ظبي. تفضل محمود.
شكرا ناصر. فوز جديد وثلاث نقاط جديدة لفريق لبنان اللبناني المنافس القوي على هذه البطولة. معي أيضا جمهور لبناني فرح بهذه النتيجة. أول شيء نبدأ مع الأخت اللي هني، قالت هي أول مرة تحضر لرياضة الهوكي ولكنها حضرت من أجل لبنان، قولي هاش. صحيح، أنا أول مرة بحضر ماتش هوكي ولعبة بدها كتير قوة يعني وتركيز، ويا ريت عنا بلبنان بيهتموا لهيدا السبور أكتر، فإن شاء الله. يعني أنت تشوفين فريقكم يستحق اهتمام أكثر؟ أكيد صحيح؟ أكيد، إنه عم يبرعوا برا، لازم يبرعوا عنا بلبنان أكتر. مباراة اليوم ثاني فوز لفريقكم اللبناني وطلعوا بصورة حلوة، شو تقولين لهم؟ والله بيستاهلوا حتى يفوزوا نمبر 1 عقبال ما يفوزوا كل الماتشز، ما شاء الله عليهم، لعبهم كان فظيع، ويلا عقبال ما يفوزوا الكاب كله. حضرتي بس مباريات لبنان ولا حضرتي المباريات الثانية؟ حضرت صراحة أول امبارح لبنان كان مع ألجيريا مع الجزائر، واليوم فهي تاني مرة بحضر. يعني ما شفتي الفرق الأخرى في هذه البطولة؟ شفتهم لعبوا بس مع ألجيريا واليوم مع مصر بس. عندك علم إن المباريات الجاية بتكون أصعب للفريق اللبناني؟ صح، بس من بعد ما شفت صراحة هالمرة بيضولنا وجهنا اللبنانية، ولعبوا كتير 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 منيح ونحن كتير فخورين فيهم، وإن شاء الله تكون هالشغلة كمان مثل إشارة للبنانية عنا ببلدنا إنه يبلشوا هن كمان يتحمسوا ويعملوا هالآيس هوكي بلبنان ويدعمونا لحتى يكون بالنا بالرياضة أكثر ما يكون بالنا بغير أشياء. ونحن متشكرين للإمارات على هالإيفنت وعلى هالأوبورتونيتي اللي عم بيعطونا إياها، لأنه صراحة فتحتوا لنا مجال نفوت بجو الرياضة وعم نقدر نجي وننبسط ونشارك ونشارك الإماراتية واللبنانية وكل الدول العربية. أكيد نعم، وأنتم تستاهلون كل خير وموفقين إن شاء الله، بالتوفيق لجميع الفرق ناصر، ونتمنى تواجد جماهيري أكبر من اللبنانيين المصريين الإماراتيين كذلك في الأجواء الجميلة هنا في أبوظبي. ترجع لك الكلمة في الاستوديو. بالتأكيد محمود، الجماهير دائما هي فاكهة كل بطولة وتضفي بعد آخر للمباريات. وسام، بنتكلم من نفس النقطة اللي ذكرتها الأخت المشجعة، عدم وجود الاهتمام أو الانتشار هذه اللعبة في لبنان. نفس الأمر تكرر أيضا، نفس الجميع يمكن اتفق أن ما نرى انتشار لهذه اللعبة في البلدان العربية، لبنان أيضا كذلك. سوري بس إذا فيك تترجم لي إذا لبنان why not see the hockey in Lebanon. لبنان يعني صار في كتير، نعرف لبنان في كتير مشاكل والرياضة يعني مناش يعني في كتير في كذا سبور، وما في تلج ما في أرينا، ف ما راح تشوف لعيب هوكي. بس بلشنا ببروغرام من كم سنة رولر هوكي وعم يلعبوا عنا فرق، صار هلا عنا أربع فريق رولر هوكي موجودين، ونحن الجمعية اللبنانية عم نساعدهم بيلعبوا بلبنان، فراح نبلش بالرولر هوكي وبعدين بالبال هوكي، ونحن عم نشتغل كمان تنشوف الحكومة هونيكي، تنشوف مع سبونسرشيب بروجرامز ونعمر أرينا وآيس هوكي هونيكي ونحطه بلبنان ويصير سبور يعني معروف. هلا في كتير لبنانية كندية وكل اللبنانية كندية بحبوا الهوكي، يعني بس تروح تحكي ما في لبناني كندي ما بيحضر هوكي وما بيعرف بالهوكي، ولبناني أمريكان كمان. فمهم بس نظبط أرينا وبس نربح كم بطولة يمكن بيصير العالم يتفرجوا شوي شوي يعني، بس إنه ماشيين على خط مرتب ورايحين يعني عم نشتغل شوي شوي حتى يصير في فريق، وبس يصير في فريق ومصير نعمل بطولة بعدين بعتقد اللبنانية بيصير بيتشجعوا
حطوا أولادهم يلعبوا هوكي أول ما يبلشوا. أنا بالتأكيد نشكرك وسام على حضورك وتواجدك ونتمنى لكم التوفيق. Thank you very much. أعزائي المشاهدين نصل إلى غلق ملف المباراة الأولى بين لبنان والفراعنة المصري. فاصل ونعود بعد ذلك لفتح المباراة الثانية بين ستورمز أبوظبي الإمارات وفريق نسور قرطاج التونسي.